ريال. طبعا انا وجدتي الله يرحمها ويغفر لها، بيننا انسجام قوي غير طبيعي. يعني انا الوحيد اللي من احفادها بيني وبينها انسجام قوي جدا، يعني هي اللي من غير قصور في ابوي وامي ربتني وعلمتني وما افارقها دقيقه. من امك ولا جدتك من ابيك؟ جدتي من ابوي، عرفت يعني ما افكها دقيقه. يا رجال ارجع البيت ابغى اشوفها، لا ابغى اشوفها، اطلع من البيت اروح المدرسه لازم اشوفها. كل ما حب من الولد الا ولد الولد. فصابها مرض السرطان، الله يرحمها، جاها في بطنها تخفيف الله. تشافت منه ورجع سرطان فيها وانتشر في بطنها انتشار قوي. يوم اخر سنه، اخر 6 شهور، اذكر اني كنت مع جدتي اول باول، بعدها المستشفى والمدرسه ما عاد قدرت اشوف جدتي. تعبت نفسيا، كنت اخلي اختبارات لي وكذا، كنت ابغى اشوف جدتي وما حد حاس، ممكن ابوي الوحيد اللي حاس. يوم جاي رجال ذاك اليوم، انا بختصر لكم السالفه لانها طويله، في مجمع الملك فهد الطبي اللي في الدمام، جاء الساعه وانا سارح للمدرسه، قال ابوي لا تداومون اجلسوا. ابوي كان حاس شوي، قال ابوي لا تداومون، قالت امي لا خلهم يداومون، خلهم يروحون. امي تبغى تفاول في ابوي، يعني داومنا وما داني يداوم الحصه الاولى الا استاذني، قال اطلع. طلعت انا، جاني واحد من عيال عمي وساكن في الرياض استاذن لي، وانا مستغرب ليه استاذن لي. اول ما وصلنا البيت اللي اشوف الوالده كان فيها بكاء ما بكاء، رحنا على المستشفى، عاد جدتي ما قد ماتت باقي. واشوف جدتي توي يا رجال عماني، عيال عماني يعني العائله حاضرين لاخر شيء. انتم يا رجال تعرفون حق الافلام ذاك اللي يطيط خلاص، الساعه 10:08 يا رجال، اقسم بالله اني اخاف، استغفر الله العظيم، لا ملك الموت يشيل جدتي بسريرها. ابغى، عرفت اللي ابغى اجلس الثاني محسوب علي، ابغى اجلس اطالع في جدتي ما ابغى افكها. الى يا طويل العمر اخر شيء كانت تدعي جدتي لي دعوه، ايش تقول؟ يجعلك تقبرني. نزلت معها في القبر يا رجال، هو هذاك اخر عهدي في جدتي. من عام 2018 الى يومكم ذا، عام 2018 كان استغفر الله أسوأ عام علي. ماتت جدتي الله يرحمها، بعد جدتي ب4 شهور مرضت، جاني مرض ما شخصوه الأطباء إلا بعدين، ما بصرح فيه. ممكن أنت تشوفوا الأدوية اللي ناخذها منها. تعبت يا رجال تعب، أحيانا وأنا أجلس الحالي، والله نجلس الحالي، أني يا رجال أحس أن جدتي بتدخل معي على الباب، اطالع في الباب يرجع والله اني احس انها بتدخل علي. الوهم موت، انت شفتوا يا رجال احس انها بتدخل علي. الله يجعلها الجنه ان شاء الله، والله يشفيك. هذا الشيء يؤثر فيني دائما، هذا الشيء اللي يخليني اسد بسبب الاجر، في اوجاعه وبره. والحمد لله هذا احنا الحياه ما نزلنا بها الا الامتحان، وكلنا والله لاحقين، وكلنا بنتقابل بالجنه ان شاء الله باذن الله. طال عمرك تبي تقابل، تبي تقابلها بالجنه، تبي تعيش معها بالجنه باذن الله. ما تمنيت يا رجال الموت في حياتي، ما تمنيت الموت، لكن ذاك الليل اقسم بالله انه ودي اني ممسمعها في قبرها والله. انت وين؟ انا ابكي، انت ما تبكينا خلاص، سوي دعاء، بس دعاء، انت خلاص قولوا لا اله الا الله. الله يرحمه ويغفر له ويرحمه المسلمين يا رب العالمين. ننقل المايك من الاخ الى جاري العزيز راجح السبيعي. تعال ابوك نبغى نقصي. انا ولا من ها؟ نبغى نقصي، غير المود، نبغى شيء عين.